قول. وبرضه قول لنا بحكم خبراتك ايه الاوضاع اللي بتشوفها دايما غلط ناس بيعملوها في تمرينات معينه، عشان برضه فرصه نصحح المفاهيم دي. حلو. وخصوصا للناس اللي مش هيروحوا جيم وهيعملوها في البيت، فبالتالي مفيش اي انستراكتور او اي حد يوجههم. جميل. في تمارين اللي هي التمارين المركبه. ودي من اخطر التمارين، لو انت عملتها غلط بتدمرك. يعني ايه؟ نقول الموضوع كده سيمبل. التمارين المركبه يا جماعه، عشان نعرف بس ايه هي التمارين المركبه، التمارين المركبه اللي هي تستخدم فيها اكتر من مفصل في تمرينه واحده، فبالتالي هتستخدم اكتر من عضله في تمرينه واحده. زي ايه؟ زي ايه؟ اول حاجه تمرين الديد ليفت او العده الميته او اللور باك القطنيه. يعني قطنيه. هقول الغلط الاول، الناس بتعبوا غلط ازاي واصححه. ماشي. اوكي. ماشي. الناس يا جماعه معظم الاحيان في الجيم بتعملها بالطريقه اللي انا بلعبها دي غلط. ازاي؟ ماسك دمبل او بار، اولا فارد رجليه، فاجد نازل فارد رجليه، وعنده قتب ومتني ظهره ونازل لحد الارض. ده يا جماعه الوضع ده كارثي. ليه؟ اولا انت عملت المفصل بلوك لمفصل الركبه، وده غلط كده، دمرت الركبه بتاعتك. دي حاجه. تاني حاجه، انت نازل بثقل وضهرك ماله، وضهرك لتحت، وضهرك متني. فانت كده وانت طالع في غضروف هيجيلك، يعني وانت طالع بالوزن في غضروف هيجيلك في ظهرك لا قدر الله. حلو. الصح ايه بقى؟ الصح بتاعه اللي انا زي ما احنا اتفقنا يا كريم، في قاعده كده اتفقنا عليها بتبقى سوفت ني. ما جاي على فكره، خلي بالك هجيبك تشتغل معايا. ماشي. فيها سوفت ني. اوكي. بنزل افرد ظهري. ركبتي يا جماعه لو الكاميرا هتجيب ركبتي، ركبتي هي متنيه سنه بسيطه جدا، وظهري مفرود وشادد بطني الابدومينالز يعني، وشادد القطنيه. انا حابب بس اقف في الوضع ده شويه عشان الناس تركز انا شغال ازاي. واهم حاجه يا جماعه، الدمبلين ما يكونوش قدام، لا على الدمبلين على رجلي. ليه؟ لان في قاعده كده كنا بناخدها في الفيزياء زمان يا كريم، بيقول لك ان طول الذراع كل ما بعدت عن الجسم كل ما زاد اللود على الظهر، فانت كده هتعمل لود اكتر على جسمك. طبعا. اوكي. يبقى الظهر مفرود والركب كمان. ظهري مفرود، بطني مشدوده، رجليه متنيه سنه. بص قدامي على الارض طالع. الناس يا جماعه اللي كانت بتعمل ده كده غلط. انا بطلع اقف بس ورجلي ستيل متنيه سنه. اهو نعمل بقى العده الصح كامله. اهو واحد اثنين ثلاثه أربعة. متعة ما بعدها متعة يا كريم، أنت تعمل التمرين صح. ليه؟ لأنك فعلاً بتحس بالعضلة المستهدفة وهي شغالة معاك. بس في نفس الوقت وجع ما بعد ووجع يا إكسلانس في الفقرات القطنية. إحنا قلنا الوجع ده لازم، نو بين نو جين. طبعاً. ده تمرين من التمارين الشائكة المركبة اللي ممكن لو عملناها صح تودينا في حتة كويسة جداً، ولو عملناها غلط هتودينا لا قدر الله في حتة إحنا مش عايزينها خالص. تعالى بقى